أبطال الثالث متوسط، رجعنا ياكم بالمحاضرة الجديدة من الوحدة الثالثة، المحاضرة الأولى. طبعاً الوحدة الثالثة من الوحدات المهمة جداً، من الأفصل المهمة جداً بالثالث متوسط، واللي دائماً يركز عليها بالوزاري، جداً مهمة ولها ارتباط جداً قوي مع الصفوف القادمة، مع الرابع الإعدادي والخامس وكذلك السادس. راح تكون هذه الوحدة هي أساس للمراحل اللي راح تدرسها إن شاء الله بالمستقبل. فكل ما عليك أريدك تركز وياي وتحضر لي قبل لا نبدأ بشرح الموضوع ورقة وقلم. إذا ما تحضر ورقة وقلم ما راح أقدر أبدي، تمام؟ ليه؟ أنت ما راح تستفاد شيء وأنت شاهد الفيديو إذا مو ورقة وقلم وتدون الملاحظات. ليه؟ مثل ما تلاحظ هنا هذا موضوعنا يعتمد كله عليه من على حفظ الملاحظات. إذا أنت ما قدرت تحفظ الملاحظات يا حبيب الطالب ما راح تستفاد شيء. نجي لموضوعنا بالوحدة الثالثة. أول موضوع بالوحدة الثالثة هو موضوع الكومباراتيف أدجكتيفز، صفات المقارنة. باو علي، كومباراتيف مقارنة، أدجكتيف شنية؟ صفات. هنا موضوعنا هو صفات المقارنة. طبعا هنا موضوعنا صفات المقارنة، نميز، باو علي، نميز جملة المقارنة بوجود كلمة ذان. نميز جملة المقارنة بوجود كلمة ذان. عافية من الوطل. هنا عندك الذان راح تنقسم إلى قسمين، تنقسم ايش قلت؟ إلى قسمين. الأول اللي هو راح يكون الإي آر، إذا تلاحظ الذان الأول راح يكون الإي آر، والثاني راح يكون المور. أضيف الإي آر إلى نهاية الصفة إذا كانت الصفة متكونة من مقطع واحد. شنو أستاذ مقطع واحد؟ يعني حرف علة واحد، يعني هاي الكلمة تحتوي على حرف علة واحد، زين. والمور إذا أضيفه قبل، عليه المور أضيفه قبل الصفة، الإي آر أضيفه إلى نهاية الصفة. أضيف المور قبل الصفة إذا كانت الكلمة أو الصفة متكونة من أكثر من مقطع. شنو أكثر من مقطع؟ يعني أكثر من حرف علة بها، تمام؟ بارك علي. هسه خافوا عاد ناس حروف العلة، هن هنا عندك حروف العلة اللي هن الأي والإي والآي والأو واليو، هذا الوجه متنسوا مغني حتى كان يعلمكم إياه بالابتدائية. فعدد أن الحروف كلها حروف صحيحة، عدد أن الحروف الخمسة هن حروف العلة. نجي للملاحظة الأولى، باو علي، هنا الملاحظة الأولى يقول إذا انتهت. طبعا بس هذا السؤال، هذا الموضوع يركز عليه وين؟ بسؤال الرابع فرع بي، هو سؤال السبيرنج، يعني دائم نادر ما يجينا بالسؤال الثاني فرعي، هو سؤال القواعد. انتبه علي، يقول إذا انتهت الصفة، إذا انتهت الصفة بحرف إي، بحرف شنو؟ بحرف إي، نضيف فقط شنو؟ آر إلى نهاية الصفة. أعيد الملاحظة، اكتبها وياي، إذا انتهت الصفة بحرف إي نضيف فقط آر إلى نهاية الصفة. نجي باشر مثال وزاري، إذا تلاحظ هنا عندك يقول لونج، صارت لونجر، نايس فراغ. انتبه انتبه علي، هنا لونج لونجر الضاف لها، احنا بسؤال الرابع فرع بي السبيرنج دائما نركز على الكلمه الثانيه. شنو الاضافه؟ اضيف لي الكلمه اللي يريدنا حلها. باو علي، هنا لونج لونجر ضاف لها اي ار، فهنا شو نضيف لها؟ ايضا نضيف لها اي ار، بس اذا تلاحظ ليش منتهيه؟ منتهيه بالحرف اي، ونقول اذا انتهت الصفه بحرف اي نضيف الار فقط. فهنا راح تنزل عندك النايز، معي؟ وش راح تضيف لها؟ راح تضيف لها فقط ار، تمام؟ لان عندك الاي موجود. واضحه الملاحظه. الملاحظه الثانيه يقول اذا انتهت الصفه، ركز هنا، اذا انتهت الصفه بحرف صحيح، بحرف شنو؟ صحيح، قبله حرف عله واحد، قبله ايش قلت؟ حرف عله واحد، نضاعف الحرف الاخير ونضيف الياء. يعني عندي كلمة تنتهي بحرف صحيح مو من ضمن الحروف العلة قبل شوية أخذناها، تمام؟ وقبلها قبل الحرف الصحيح لازم يكون حرف علة، شرط يكون واحد، راح أضاعف الحرف الأخير وأضيف الإيار. مثل ما تلاحظ هنا عندك لونج لونجر ذان، باو علي، بشنو منتهية؟ منتهية بالحرف الآن اللي هو حرف الصحيح، وحرف الآي اللي هو حرف علة وواحد. فش راح أسوي؟ راح تنزل الكلمة نفسها، بس شو اسوي هنا؟ راح اضاعف حرف الان، تبع علي؟ راح اضاعف حرف الان واضيف شنو؟ واضيف الاي ار، ضاعفت حرف الان اللي حرفه صحيح وضفت الاي ار. واضحه؟ الملاحظه الثالثه، تبع علي هنا،
يقول إذا انتهت الكلمة بحرف واي، إذا انتهت الكلمة بحرف شنو؟ بحرف واي، بحرف واي، يقلب، انتبه، يقلب إلى آي، يعني الواي أقلبه إلى من؟ هذا حرف الواي أقلبه إلى آي، ونضيف إي آر إلى نهاية الصفة. بس هنا أنا عندك من نقل، من نجي نقلب حرف الواي، ترى بكل الإضافات لما أجي أقلب حرف الواي لازم بشرط، لازم شرط أن يكون قبل حرف الواي حرف صحيح يلا أقدر أقلبه. إذا كان قبل الواي حرف علة لا أضيف الياء مباشرة. إذا هنا أنا لازم قبل الواي حرف صحيح أقلب الواي المن إلى آي، مثل ما لاحظنا أنا عندي بهذا المثال لونج لونجر، مو شرط لونج لونجر، أي مثال أهم شيء ضايف لي، ضايف لي شنو إلها؟ أهم شيء ضايف لي ياء. باو علي هنا أنا عندك هبي، باو هنا ليش منتهية؟ منتهية بحرف واي، قبل الواي شنو؟ حرف البي اللي هو حرف الصحيح. إيش راح أسوي؟ راح أقلب الواي المن إلى آي، المن قلبتها إلى آي، وش أضيف؟ أضيف إيار إلى نهاية الصفر. زين، الملاحظة الرابعة يقول إذا كانت الصفة، باو عليه، إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع، إذا كانت الصفة متكونة من شنو؟ من أكثر من مقطع. يعني هنا أنا شنو أكثر من مقطع أستاذ؟ أنا وضحت له في بداية المحاضرة، يعني أكثر من حرف علة، يعني الكلمة فيها أكثر من حرف علة. نضع، باو علي، نضع مور قبل الصفة، نضع مور وين؟ قبل الصفة. اللي شنت وين أخليها؟ بعد الصفة، نهاية الصفة. هسه هنا إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع أي تحتوي على أكثر من حرف علة، اللي هم ذولي حروف العلة عندك الأي والإي والآي والأو واليو، بين حروف العلة، تمام؟ ركز عليهم واكتبهن دونهن بدفترك في دول عيونك، انتبه عليهن. أنا هسه نرجع للملاحظة مالتنا، يقول إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع، هنا إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع يعني أكثر من حرف علة، نضع مور قبل الصفة. فهنا عندك اللونج صارت لونجر، إذا تلاحظ هنا عندك اليوسفول، باو علي، لونج لونجر، ضفت لها إياه، فهنا اليوسفول تبع بيش كم حرف؟ خلينا نجي نحسبها أنا وياك، باو، واحد، اثنين، ثلاثة، إيش كم حرف؟ ثلاثة، إذا الكلمة مش كم مقطع بيها؟ ثلاث مقاطع، إيش راح أخلي؟ أخلي لها مور قبل الصفة. فهنا إيش راح أقول؟ راح أقول مور وأنزل اليوسفول، تمام؟ زين، أعيد الملاحظة، يقول إذا كانت الصفة متكونة من أكثر من مقطع يعني بها أكثر من حرف علة، نضع مور قبل الصفة، نضع مور وين؟ قبل الصفة. تجي تشوف أنت الصفة مالتك مش كم مقطع، إذا بها حرف علة واحد فايضة في الأيام، بها أكثر من حرف علة واحد أخلي لها مور قبل الصفة، واحد، اثنين، ثلاثة، إذا هاي ثلاث مقاطع هاي الكلمة، شو راح أخلي لها؟ راح أخلي لها مور قبل اليوسفول، واضح. الملاحظة الخامسة واللي هي جدا مهمة واللي تحتاج حفظ من عندك، تبع علي، يقول هنا هناك صفات شاذة، هناك شنو؟ صفات شاذة، يجب أن تحفظ، عيوني حبيبي لازم تحفظها، ها شوية تعب نفسك، حرك نفسك شوية. فهنا يقول هناك صفات شاذة يجب أن شنو؟ أن تحفظ. شنو الصفات الشاذة اللي لازم أني أحفظها في هذا الموضوع؟ انتبه علي، عند الأدجكتيف الصفات، الأدجكتيفز الصفات اللي هن، وعندي الكومباراتيف المقارنة. انتبه هنا عندي الأدجكتيفز الصفات، عندي good و well تتحول إلى better، باو علي، الجود والويل تتحول المن إلى better، وعندك الباد تتحول إلى worse، وعندك الفار تتحول إلى farther، وعندك اللتر تتحول إلى less، وعندك الماتش والمن يتحولن المن إلى مور، المن يتحولن إلى مور. شو نجنب الامتحان أستاذ؟ ركز وياي هنا باو، يقول لك هنا long صارت شنو؟ صارت longer، صارت longer. انتبه علي، هنا أنا جاب لك كلمة good، هنا أنا long longer، هنا أنا ضايف لها ER، يعني يقول لك هنا أنا حول لي good إلى مقارنة، فهنا أنا good هنا أنا شاذة، أنا لازم حافظها، المن تتحول إلى better. ودائما احنا المدرسين نسويها بالامتحانات، نجيب ما نجيب يعني شيء سهل اللي هو كلش، فهنا دائما يركز عليها بالامتحان الشهر الثاني الشهر الثالث وكذلك نص السنة والامتحان الوزاري. ذني الصفات والله العظيم راح تلقاهم قدامك بالرابع
وبالخامس والسادس، وجدا مهمات راح هذا الموضوع راح ناخذه بالسادس بالوحده الاولى. تمام؟ فهنا أنا عندك لازم ذني تحفظهم، يعني انت ذني راح تستفاد من عتين الصفات الشاذه بالكومباراتيف ادجكتيفز بصفات المقارنه. اذا تلاحظ هنا نرجع للمثال لونج لونجر، ضفت لها اي ار، الجود هنا شاذه تتحول الى بتر، تتحول الى شنو؟ تتحول الى بتر. واضح هنا أنا. تمام؟ طالب يسألني يقول استاذ هم يجيب السؤال الثاني فرعي؟ نعم يجيب السؤال الثاني. هسه كل هذا الحكي اللي حكيناه هو موجود وين؟ سؤال الرابع فرع بي. هم يجيب السؤال الثاني فرعي سؤال القواعد؟ اكيد يجي، يعني هنا فهنا ذا يطلع عندك المثال. عيد لي بو علي. هسه طالب يسألني يقول استاذ هذا ايضا يجينا بالسؤال الثاني فرعي؟ نعم يجيك بالسؤال الثاني فرعي. فهنا كل هذا اللي اخذناه وين ياتي؟ بالسؤال الرابع فرع بي. هنا راح يجي وين؟ بالسؤال الثاني فرعي. انتبه عليه شلون يجيك بالسؤال الثاني فرعي. I am a good than علي، انا جيد. او هنا than صارت تفضيل علي من؟ على علي. ايش قايل لك هنا انا شباب؟ قايل لك correct صحيح. زين هنا شلون راح اصحح؟ انتبه علي، انزل ال I am. هاي الجود أنا شلون عرفت هذا مقارنة أول مرة؟ عرفت هذه مقارنة من خلال وجود كلمة ذان، هاي أم الإيار والمور وأم الصفات الشاذة. فهنا الجود شنو هي؟ الجود صفة شاذة، فالجود هنا ايش راح تتحول؟ راح تتحول إلى بتر. لما راح تتحول؟ عافية بالبطل. فهنا الجود راح أحولها إلى بتر وأنزل تكملة الجملة ذان. هذا موضوعكم كله سهل بس يحتاج لشوية تركيز وحفظ الملاحظات. وعندك موجود في الملزمة اللي تلقى الرابط مالتها بالتعليقات صفحة 55. تمام؟ والأمثلة الوزارية اللي راح تلقاها عليها في صفحة 56. تمام؟ Today we finish my lecture. كل ما أريد من عندكم فقط الاشتراك بالقناة حتى نقدر نستمر ونقدم لكم الأفضل. في أمان الله.